تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري. فيفا فاجأ الجميع وقرر يمنح الناس الأمل حسب قوله، وأعلن جوائز The Best 2020 متراجع عن إلغاء سابق. الجوائز حتكون في 17 ديسمبر من هذه السنة. إعلان طبعا معروف إنه مش إنسان الطابع فقط زي ما قال الفيفا، بل تسويقي ترويجي. هناك رعاة ومعلنين بدهم الجائزة تطلع مباشرة هذا الموسم، محتاجين نوع من التسويق حول الرياضة. الجائزة حتكون عن بعد، لكن حتكون بنفس النظام من حيث التصويت والأقسام. رغم الانتقادات الكثيرة إنه صعب جدا تختار هالموسم مين الأفضل في ظل التقطعات الكثيرة، بعض الدوريات ما كملت وما فيش بطولات قارية حصلت، وحتى في لاعبين اضطروا ما يكملوا لعب كرة قدم بسبب نهاية عقودهم رغم تأجيل الموسم في ظل جائحة كورونا. فيفا استمر، وهذا يعني انه منطقيا الحكم حيكون بناء على الدوريات المحلية الكبرى في اوروبا وعلى دوري ابطال اوروبا، وهذا معناه انه الجوائز حتنحصر بين المتألقين في هذه البطولات. يعني الافضل على الورق لازم يكون ليفاندوفسكي، هداف كل شيء هذا الموسم، اللي فاز بثلاثية مع بايرن ميونخ، او بدرجة اقل ربما يكون نوير حسب رغبات وتصويت الناس. لكن المنطق بيقول الافضل مدام خلص عملت الجائزة الافضل لازم يكون هالمرة من بايرن ميونخ. لكن برجع اقول التصويت عاطفي وما له علاقة بكرة القدم نفسها بالعادة، بس هالمرة فرص لاعيبة بايرن افضل من وضع شنايدر 2010 او ريبيري 2013، لانه ميسي خلق توتر كثير حوله وما بعيش افضل ايامه، واساسا خاسر بتمني امام بايرن ميونخ، ورونالدو خرج من دعم جماهير ريال مدريد الكبير شعبيا، وايضا موسمه مع يوفنتوس ما كان ذلك المثالي. بالتالي انا شايف انه هناك فرصة منطقية نشوف لاعب من بايرن يفوز بجائزة الافضل، زي ما حكيت ليفاندوفسكي المرشح الاول، بس مش هتفاجأ لو شفت التصويت بروح لنوير بصفته القائد اللي كان له أكثر من لحظة حاسمة، والناس بتحب النجوم والشخصية أكثر في لحظات التصويت. بس أيضا مش هتفاجأ لو شفت أنه المركز الثاني أيضا بعيد عن ميسي ورونالدو، يعني ممكن نشوفه بين سادي ماني وصلاح. أصوات أفريقيا حتدعم هدول الاثنين، ما بين مدربين ولاعبين وصحفيين وجمهور حتى، وبالتالي مش هتفاجأ لو شفت الثاني في الاختيار هو ساديو ماني وصلاح. لكن خلونا نستنى، كل شيء بده وقت، لأنه التصويت عادة في مفاجآت. أما بخصوص المدرب فأعتقد محسومي لهانز فليك، والتاني لازم يكون يورجن كلوب، يعني سيطرة ألمانية على عالم التدريب. هذا بالمختصر عودة الجائزة اللي أتمنى ما نتفاجأ بفائز مغريب هذه المرة، لأنه واضحة يعني بايرن كسح أوروبا اكتساحا، فالمنطق يكون اللاعب الأفضل بالفريق الأفضل هو الأفضل. شو رأيكم أنتم بالنسبة لجائزة الأفضل هذا الموسم؟ مين بيستحق يفوز فيها؟